بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل النهاردة إن شاء الله الحصة التانية من حصص مراجعة القواعد. اتكلمنا الحصة الماضية أو اللي فاتت عن درسين، وهما الأفعال الناسخة والحروف الناسخة. النهاردة إن شاء الله بنتكلم على درسين آخرين، وهما المعطوف والصفة، وهما يدخلان تحت مسمى التوابع. وطبعا الطلبة فاهمة انا اقصد ايه بكلمة التوابع. التوابع هو باب في اللغة العربية او باب في القواعد، بيتكلم ان هناك بعض الكلمات تتبع ما قبلها في الاعراب، وتم دراسة منها الصفة والمعطوف. النهاردة ان شاء الله بنتكلم على درس المعطوف. اول حاجة بنتكلم فيها في درس المعطوف طبعا هو اسلوب العطف يتكون منه. عشان يبقى عندي اسلوب عطف لازم يبقى عندي معطوف عليه زائد حرف العطف زائد المعطوف، وبيكون الترتيب كما هو، بمعنى ان المعطوف عليه يأتي اولا. واحنا اتكلمنا عن المعطوف عليه ده ان هو يعرب حسب موقعه في الجملة، بمعنى المعطوف عليه يعرب فاعل اذا كان فاعلا، مبتدأ، خبر، مفعول به، ايا كان موقعه في الجملة فهو يعرب عليه. ثم يأتي بعده حرف العطف، ثم بعد حرف العطف مباشرة يأتي المعطوف، والمعطوف إعرابه كالآتي: معطوف، ثم ننظر إلى المعطوف عليه مرفوع ولا منصوب ولا مجرور. لو المعطوف عليه منصوب يبقى المعطوف أيضا منصوب، لو المعطوف عليه مرفوع يبقى المعطوف أيضا مرفوع، لو المعطوف عليه مجرور يبقى المعطوف أيضا مجرور. بمعنى ناخد مثال، مثلا طبعا حروف العطف الواو والفاء وثم، وهنتكلم عنه. لو ناخد مثال ونقول مثلا إيه: نجح محمد وزيد، نجح محمد وزيد. نجح فعل ماضي، محمد فاعل، و ده حرف العطف هنا بقى، حرف العطف هنا الواو. طيب نبقى هنرجع تاني للمعطوف عليه اللي هو كلمة مين؟ محمد. محمد تعرب فاعل مرفوع علامة رفعه الضم، الواو حرف عطف لا محل له من إعراب، وزيده، زيده هو المعطوف، فبنقول كده عليه معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ونركز في حتة هنا مهمة جدا، المعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب وليس في الحركة الإعرابية. بمعنى المعطوف عليه مرفوع فهو مرفوع مثله، المعطوف عليه منصوب فهو منصوب مثله، المعطوف عليه مجرور فهو مجرور مثله. ده اسمه او ده ما يسمى بالحالة الإعرابية. اما حركة الإعراب ممكن ده يكون معطوف بالألف او مرفوع بالألف، لما مثلا وده مرفوع بالضم على حسب اللفظ. بمعنى لما اقول جاء محمد والطالبان، جاء محمد والطالبان، ازاي نعرف الجملة دي؟ جاء فعل ماضي، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والواو حرف عطف، والطالبان. هنقول هنا معطوف مرفوع وعلامة رفعه الألف. يا مستر ده المعطوف عليه مرفوع بالضمة، أقول لك أه، ولكن على حسب اللفظ، يعامل على حسب اللفظ في العلامة الإعراب. طيب ما هي حروف العطف؟ طبعا حروف العطف احنا اتكلمنا وشرحنا قبل كده وقلنا حروف العطف كثيرة، ولكن المقرر عليا في جريد 5 هم 3 أحرف فقط، هم الواو والفاء وثم. وعرفنا الفرق بينهم، الواو قلنا تفيد مطلق الجمع، ومعنى تفيد مطلق الجمع أينها تساوي بين المعطوف والمعطوف عليه. ولهذا قلنا من الأخطاء اللغوية الشائعة لما واحد يقول أنا هعتمد على الله وعليك، ده غلط. ليه؟ لأنك أنت بتساوي الإنسان اللي بتتكلم معاه مع الله. الواو تفيد مطلق الجمع، تساوي بين ما بعده وما قبله. الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، ثم الواو تفيد الترتيب والتعقيب، ثم تفيد الترتيب والتراخي. ما معنى كلمة إن الفاء ثم يفيد الترتيب؟ بيفيد الترتيب بيه، إن ما جاء بعدها جاء متأخرا عما قبله، يعني دخل محمد ثم علي، أو دخل محمد فعلي، ده معنى إيه؟ إن محمد هو اللي دخل الأول وبعد كده جاء علي، ده الترتيب. طب ما الفرق بين التراخي لثم والتعقيب في فاء؟ فاء تفيد الترتيب والتعقيب، التعقيب أن ليس هناك فترة زمنية بين إحداث المعطوف والمعطوف عليه للفعل، يعني الاتنين عملوه مفيش فترة بسيطة. دخل محمد فعلي، أي محمد دخل ودخل بعده مباشرة عليه. أما التراخي وهي كلمة ثم بقى اللي بتفيد ثم حرف ثم، اللي فيه فترة زمنية، دخل محمد ثم علي، أي محمد دخل وفي فترة زمنية عدت ثم جاء علي.
طيب مثال: دخل عمر وأحمد إلى الفصل. عمر معطوف عليه، طبعا بتريح حسب موقعه في الجملة زي ما احنا وضحنا. معلش اسف للخبطه اللي حصلت دي. طيب الواو حرف عطف واحمد معطوف، وده على حسب الاعراب. الاعراب المعطوف عليه يعرب حسب موقعه في الجمله كما وضحنا، وحرف العطف بيبقى حرف عطف لا محل له من الاعراب، والمعطوف يعرب معطوف وياخذ الحاله الاعرابيه للمعطوف عليه ولكن ياخذ الحركه الخاصه به. طيب الدرس اللي بعد كده وهو درس الصفه او بين قوسين النعت. دايما انا كنت بوضح الصفه هي النعت والنعت هو الصفه مع اختلافات بسيطه جدا. ده طبعا احنا بنتكلم عليها، يعني اللي يكتب صفه صح واللي يكتب نعت صح، ولكن خليك انت لسه في جريد 5 خليك مع الصفه. ما هي الصفه؟ الصفه هي اسم يوضح صفه في اسم قبله. يعني انا عندي اسم موجود ياتي بعده اسم، هذا الاسم الثاني يوضح صفه معينه في الاسم الاول، يوضح جانب من جوانبه وليس كله، ويسمى الموصوف. الصفة ليست ركن أساسي من أركان الجملة، الصفة لا يتم معنى الجملة بها لأنها ليس ركن إيه؟ أساسي. طيب الاسم الأول اسمه موصوف، والاسم الثاني هو الصفة، والموصوف يعرب على حسب موقعه في الجملة. طيب الحتة المهمة جدا، الصفة تتبع الموصوف في كل شيء. احنا كنا بنتكلم كده واحنا بنشرح في الفصل، طب الموصوف في 4 من 10، لو جينا نحسب الحاجات المكتوبة تحت هنلاقيها 10. 1 2 3 4 5 6 7. الإعراب اللي هو الرفع والنصب والجر 3، يبقى 3 و7 10. الصفة تتبع الموصوف في 4 من 10. يعني إيه 4؟ 1 من التذكير والتأنيث. الموصوف جه مذكر، الصفة تأتي مذكر. الموصوف جه مؤنث، الصفة تأتي مؤنث. التنكير والتعريف، الصفة جت نكرة. الموصوف جه نكرة، الصفة تيجي نكرة. الموصوف جاء معرفة، تأتي معرفة، وهكذا، مفرد ومثنى وجمع. الإعراب، الموصوف يعرب حسب موقعه في الجملة زي المعطوب بالظبط أو كما المعطوب بالظبط. الصفة تعرب صفة وتأخذ الحالة الإعرابية للموصوف برضك، وكمان معاها إيه؟ الحركة الخاصة بها. مثل يلا مين يعرف بقى الجملة دي؟ كرمت المعلمة الطالبة المجتهدة. كرمت فعل ماضي، والتاء تاء التأنيث، المعلمة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الطالبة المعلمة كرمت الطالبة، يبقى الطالبة هي مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب أي طالبة تم تكريمها من خلال المعلمة؟ هي الطالبة المجتهدة، يبقى المجتهدة هنا أصبحت صفة لكلمة الطالبة، ولهذا ممكن أقول كرمت المعلمة الطالبة المؤدبة، كرمت المعلمة الطالبة النشيطة. إذا المجتهدة تبين صفة أو جانب من جوانب الطالبة. المجتهدة صفة مفعول به منصوب، دي مفعول به منصوب، يبقى دي صفة أيضا منصوبة. يبقى المجتهدة صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. ويبقى إحنا النهاردة كده رجعنا على المعطوف ورجعنا على الصفة. إن شاء الله بنحب النوة برضك إن شاء الله على آخر الأسبوع أو بداية الأسبوع قادم ان شاء الله يبقى عندي تقييم في اللغه العربيه. التقييم ده هيكون على القواعد اللي احنا بنراجع عليها، بجانب معاهم درس إديسون، سؤال بسيط او سؤالين في درس إديسون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.